أول من صنعت الدبابات وتألقت في الحربين العالميتين، صدرت كشركة قومية لفرنسا، ثم اتهمت بالعمالة لهتلر، من أسرة تهوى الصناعات الميكانيكية إلى أحد أعظم شركات السيارات في العالم. رينو، من صناعة الدبابات إلى السيارات. بداية الفكرة. عام 1885 ظهرت أولى السيارات التي تعمل بالديزل للعالم، لكنها حققت انتشاراً ضعيفاً بالإضافة لثمنها المرتفع جداً بالأسواق. وفي ذات الوقت شجعت الكثيرين لتجربة فكرة صناعة السيارات، من بين هؤلاء كان أبناء عائلة رينو الفرنسية، وهم مارسيل ولويس وفرناند، الذي سبق وأن عملوا بالمجال الصناعي بحكم امتلاكهم مصنعاً للنسيج. انطلق المشروع بفكرة من لويس الذي قرر تحويل دراجته النارية إلى سيارة، مع إبداع جديد لم ينفذه أحد في السيارات، وهي علبة لضبط السرعات تتصل مباشرة بالمحرك. جربت السيارة عام 1898 ونجحت بقوة وأظهرت قدرة جبارة على الدفع. مر عام فقط وانطلقت الورشات لتصنيع السيارة الحديثة، متخذين من منطقة بولون الفرنسية مقرا لهم، ليبدأوا بيع أولى السيارات التي صنعوها. مالك وحيد. حاولت الشركة جاهدا توسيع انتشارها، خصوصا في القارة الأوروبية التي كانت متعطشة لصناعة السيارات، فقررت المشاركة في السباقات السنوية لتحقق مرابحا مالية كبيرة منها، ونجحت بالتسويق للسيارة عبر تلك السباقات، وكان كل من لويس ومارسيل هم من يشاركون في السباقات حتى حلول عام 1903، حيث وقع حادث مع مارسيل في سباق باريس مدريد، توفي على إثره وامتنعت الشركة بعدها عن المشاركة. ومع حلول عام 1908 قرر فرنارد التخلي عن حصته، لتؤول ملكية الشركة بالكامل إلى لويس رينو صاحب الفكرة والمشروع، ليأخذ على عاتقه إدارة المصنع بالكامل. ورغم كل التحديات استمرت الشركة بالعمل حتى انطلاق طبول الحرب العالمية الأولى. رينو للدبابات. تفجرت الحرب العالمية الأولى عام 1914، وهنا وجدت شركة رينو نفسها في موقع يسمح لها بدعم بلادها عسكرياً، لتتجه نحو التصنيع العسكري وتوفر كل الدعم اللوجستي للجيش الفرنسي، ووسعت إنتاجها من الشاحنات لتبيعها لفرنسا وللحلفاء، ومن ثم صنعت دبابات قتالية حملت اسم رينو، وكانت عبارة عن شاحنات ضخمة تنطلق منها بعض المدافع الصغيرة والرشاشات. لعبت رينو دورا كبيرا في الحرب، ومع نهايتها باتت أكبر شركة خاصة في فرنسا، وحصلت على تكريم من الحلفاء، فيما قال البعض عن لويس رينو أنه بطل قومي حينها. اتجهت الشركة لصناعة الآلات الزراعية وبعض مكونات النقل الحديدي، لكنها فشلت وتكبدت خسائر كبيرة، خصوصا مع صعود العديد من شركات السيارات حينها، حتى جاءت الحرب العالمية الثانية التي باتت فرصة ذهبية لها. فمع حلول عام 1935 باشرت فرنسا عملية التسليح والإنتاج الحربي، لتتمكن رينو من استعادة مكانتها عبر الإنتاج الحربي، وبلغ حجم إنتاجها السنوي 250 دبابة. ورغم ذلك استسلمت فرنسا للاحتلال الألماني، وبدل إغلاق معامله قرر رينو العمل مع الاحتلال، لتسهم الشركة في إصلاح الدبابات وتوفير الشاحنات لدول المحور، ما حول لويس رينو لخائن في فرنسا. فمع نهاية الحرب قررت السلطات الفرنسية تأميم الشركة، وزج بلويس في السجن ليلقى حتفه بعد أقل من شهر، وتراجعت قدرات الشركة التنافسية لتطغى عليها الشركات الأوروبية، واعتقد العالم أن رينو انتهت للأبد. العودة للحياة. اختفت رينو تقريبا عن المنافسة حتى اكتشاف مهندسيها محرك الدفع الأمامي الذي شكل ثورة في عالم صناعة السيارات، إلا أن الاضطرابات عادت للشركة من جديد، وبحلول عام 1990 باتت رينو شركة مجهولة الاسم، مع احتفاظ الدولة برأس مالها حتى عام 1994، حيث باتت شركة مسجلة في البورصة وعادت للعمل بشكل قوي. وبعدها بخمسة أعوام قررت التوسع أكثر،
لتتحالف مع شركة نيسان اليابانية توسعت من خلالها في آسيا وإفريقيا وأمريكا اللاتينية، لتصل اليوم إلى 118 بلداً، منها 39 موقعاً صناعياً، ويعمل فيها أكثر من 100,000 موظف. سجلت أرقاماً قياسية عام 2015، حيث باعت أكثر من 2,800,000 سيارة بنسبة وصلت إلى 3% من السوق العالمية. تمتلك الدولة الفرنسية 15% من رأس مالها مقابل 62% للعامة و 3.6% للعمال، فيما يمكن تسميته أنها سيارة الشعب الفرنسي.